بحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعة. عمري ما قعدت ولا سمحت لأولادي إن هم يقعدوا يسمعوا أو يشاركوا داخل المساجد. وأنا لما بلتقي مع الشركاء الأوروبيين أو أي دولة تانية أقول لهم من فضلكم انتبهوا جيدا لما يعني يتم نشره في دور العبادة. ده يمكن بيوضح قد ايه مدى اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار. ده أمر ما يرضيش ربنا. واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه. بندعمه، بنأيده.